احنا نعيش مرحله هجره ليزاكتيفيتي او الانشطه خارج مدارها. فعشنا قبل 20 سنه هجره مهرجان الوطني من كان في الدار البيضاء، كان في مدن اخرى، الى طنجه، واستقر في طنجه بقرار من اراد ان يبقى في طنجه. وفيما بعد راينا كذلك هجره معرض الكتاب من الدار البيضاء الذي كان يميزها الى مدينه الرباط. مرحبا بمدينه الرباط في سنتها كسنه ثقافيه، لكن مكان الثقافه ومكان معرض الكتاب وهويته التاسيسيه كانت في الدار البيضاء، ويجب ان يعود الى الدار البيضاء بحكم الدار البيضاء الان اصبحت عاصمه للجامعات، فيها اكبر عدد من الجامعات، جامعة الحسن الثاني التي تضم عدد كبير من الكليات وتضم أكاديميات وتضم دور ثقافة وتضم تاريخ كبير من الثقافة. فموقعه ومكانه الأساسي هو الدار البيضاء، وكذلك الدار البيضاء لقربها من المطار. حينما يأتي الكتب لا تهاجر إلى مكان آخر، فمحط مباشرة إلى المعرض. لكن شريطة أن يتأهل هذا الكتاب في عيده أن يعد له مكانه الخاص، وهو خطاب موجه إلى القيمين على الشأن الثقافي في هذه المدينة أن يصنعوا للكتاب مكانا يليق به. فذاك المكان قد تجاوزه الزمن، وندعو أن يصبح له قصر الكتاب. فحينما نحتفي بالكتاب فإننا نحتفي بالمبدعين، نحتفي بالمستقبل، نحتفي بالثقافة، نحتفي بالخدمة المجتمعية المستمرة في الزمان والمكان.